الناس اللي مش عارفين شو بده يصير. العالم بشكل عام حفظ للصحفي حق التعبير عن حرية الرأي، خاصة أن التهمة الموجهة لزوجه هي التحريض على الفيسبوك. متى كان التحريض على الفيسبوك؟ هي تهمة عسكرية تعتقل عليها دولة الاحتلال. الاحتلال ضاق ذرعا بالتغطيات المتواصلة لجرائمه في فلسطين وهذه الإعدامات الميدانية المتواصلة. ما يحصل هو أن الإعلام الفلسطيني ينقل الحقيقة والاحتلال يستهدف هذه الحقيقة. معركتنا مع العصابات. ونحن كصحفيين فلسطينيين ومعنا اتحاد الصحفيين العرب قررنا في السودان في الخرطوم في شهر ديسمبر الماضي أن ندعو كل وسائل الإعلام العربية والإسلامية والفلسطينية أن تتوقف عن استضافة أي إسرائيلي في وسائلها. علينا أن نفعل هذا القرار فورا. Ah!